عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صديقاتي وعزيزاتي الحاذقات متتبعات قناة عنوان الحاذقة. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله جبت لكم كل ما هو اقتصادي، طبلة ديال تحمر الوجه فيها بلا ديال الحوت بالخضار وفيها كيكة اللي رخامية وايضا معها صلصة ديال الشوكولات اللي متكونة فقط من ثلاثة ديال المكونات. يعني اليوم وجدنا واحد الطبلة ديال تحمر الوجه وفي نفس الوقت المكونات اللي اقتصادية بزاف. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وغادي تشوفوا بعينيكم البنات. اذا ما تنسوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاصدقاء والاحباب، ولا كنتو كتشاهدوا قناه عنوان الحاذقه اول مره ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. ونبداو على بركه الله، غادي نبداو بالمقادير ديال الكيكه والطريقه في نفس الوقت. غادي نحتاجوا جوج ديال البيضات، كاس ديال السكر حبيبات، وغادي نحتاجو صاشيه ديال الفانيلا، السكر بنكهه الفانيلا. غادي نمزج هاد المكونات. مباشرة البنات غادي نبدا نضيف باقي المكونات. عندي هنايا كاس الا ربع ديال الحليب، عندي ايضا كاس الا ربع ديال الزيت، عندي القليل من قشور الحامض باش نسمو. تقدروا تنسمو باي حاجه بغيتو، ممكن انكم ديروا فيه النكهه ديال الحامض ديال الليمون، ممكن ايضا انكم ديروا نكهه الكراميل فريز، اي نكهه بغيتوها. غادي نحتاج جوج ديال المعالق ديال السميده يعني ديال البسبوسه اللي كنصايبوا بها الحرشه، جوج معالق فقط. غادي نمزج هاد المكونات. مباشره غادي نبدا نضيف الدقيق. عندي هنايا كاس اول ديال الدقيق فورس عادي مغربل. غادي نبقى تنكب بشويه بشويه ونخلط حتى نشوف يعني القوام ديال هاد الكيكه. هادي كاس الاول درته كامل، وغادي نبدا نضيف الكاس الثاني. هذا هو اللي خليت تقريبا نصف كاس اللي بقالي، يعني درت في هاد الكيكه هادي كاس ونصف ديال دقيق الفورس. عندي هنايا جوج ديال الخمارات من فئه 8 غرام يعني 16 غرام ديال الخميره، وغادي نمزج المكونات. شو القوام ديال الكيكه كيفاش داير. الان غادي نضيف عندي هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الخل، غادي نمزجهم. هاد الخل هذا تيجيب الكيكه زوينه بزاف، تيجيبها هشيشه وفي نفس الوقت طالعه. شوفوا القوام دابا كيفاش ولا ديال الكيكه. واخا قلت لكم قصحتها في الاول بزاف، ولكن فاش ضفت الخل زاد يعني خففها، وهذا هو القوام المطلوب. خديت هنايا مول اللي غادي ندير فيه هاد الكيكه هادي، ودهنته بالقليل من الزيت ورشيتو بالدقيق. الان غادي نوضع فيه هاد الكيكه، ما غاديش نوضع الكميه كامله، غادي نحتفظ به جانبا. غادي ناخذ هادشي اللي بقى ليا ديال الكيكه، غادي نضيف ليه القليل من الكاكاو، كاكاو مر، وغادي نمزج هاد المكونات هادو غير بشويه. تجي البنات هاد الكيكه زوينه بزاف، تنتمنى فعلا انكم تجربوها. وكنبغي نشكر البنات بزاف يعني اللي تيخليو ليا التعاليق زوينه، ايضا البنات اللي تصيفطوا ليا في الخاص رسائل
كنبغي نشكركم بزاف، رسائلكم وتعاليقكم تفرحوني بزاف. مباشرة البنات غادي نضيف هاد الخليط هذا على الخليط الاول، غادي نضيفه بشويه. غادي ناخذ البنات واحد العويد بهذا الشكل هذا، وغادي نحاول انني نزوقها بهذه الطريقه هذه. ما نقيسوش ليها البنات لتحت، وفي نفس الوقت ما نقيسوش ليها الجناب. الان غادي نحتفظ بها، نخليها واحد المده 10 دقائق. انا يلا غادي نمشي نشعل الفرن ونخليه يسخن مده 10 دقائق، حراره اللي تكون متوسطه ما تكونش مجهده نهائيا. وفي هذه المده هذه غادي نخلي هذه الكيكه هنايا محطوطه حتى يسخن لي الفران. كيف قلت لكم غنخليها واحد المده ديال 10 ديال الدقائق حتى تختمر، عاد غادي نديها ندخلها للفرن ونتلاقاو ونشوفوا النتيجه النهائيه. غادي نوجد واحد الصلصه ديال الشكلاط باش نزين بها الكيكه ديالي. احتاجيت نصف كاس ديال الحليب، غادي نحتاج ايضا واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو، واحد المعلقه كبيره ديال السكر حبيبات. غادي نمزج هاد المكونات هادو، غادي نحطهم على النار وغادي نخليهم حتى يبداو يعني تيطيب الحليب، عاد باش نحيدهم يعني تيفاد الحليب. وغادي نلاحظوا بان لاصوص ديالنا ولات خاطره، وديك الساعه مباشره غادي نزينوا بها الكيكه ديالنا. غادي نبدا اول حاجه، عندي هنا جوج ديال السمكات، وزن ديالهم متوسط ما كبرش بزاف في نفس الوقت ما صغيرش بزاف. غادي نبدا تنفلحهم بهذه الطريقه هذه. غادي نحتاج البنات عندي هنايا عصير ديال حامضه، وايضا غادي نحتاج القليل من الملح، الملح يعني القياس الكافي. غادي نحاول انني ندخل هذا الملح هذا مع الحامض في الفليحات هادو. حاولت انني نلبسو مزيان بهذاك الحامض مع الملحه جميع البلايص، يعني حاولت انني نوصل لهم هذاك الحامض والملحه. غادي نخليه تقريبا يترقد واحد المده ديال نصف ساعه ولا ساعه كاع على ما نوجدوا المكونات الاخرين ديال هذا الطبق هذا. غادي نحتاج البنات واحد جوج ديال الحبات ديال البطاطس اللي غادي نقيهم، وغادي نقطعهم قطع اللي تكون يعني صغيره. خديت هنايا واحد الكاسرونه اللي درت فيها الماء، وغادي ندير فيها البطاطا ديالي. غادي نزيد عليها مليحه وغادي نحطها باش تسلق. غادي نحتاجو البنات واحد الخياره حجم كبير، وايضا جوج ديال حبات ديال الطماطم باش نكملوا توجد ديال الشلاضه ديالنا. غادي نرشهم بالقليل من الملح، وايضا عندي هنا شويه ديال الخل، قطرات فقط ديال الخل، تقدروا تعوضوهم بالحامض. نحتاج ايضا واحد نصف بصله اللي غادي نشلضو رقيق. غادي نحتاجو ايضا ثلاثه الحبات ديال الباربا اللي سلقتهم ونقيتهم من قبل. غادي نقطعهم حتى هما قطع اللي تكون متوسطة الحجم. غادي نضيف عليها ديك البصيلة اللي شلضنا، كمية قليلة فقط. غادي نضيف قليل من زيت الزيتون البنات. غادي نضيف ايضا معلقة كبيرة ديال الكمون. غادي نضيف قليل من الملح، الملح تبقى حسب الذوق وحسب الرغبه. وغادي نضيف الربيع، شويه ديال القزبر مع شويه ديال المعدنوس، عندي هنا هنايا مثلج. وغادي نخلط هاد المكونات جميع.
اخر حاجه غادي نحتاجو البنات فهاد الشلاضه هو ديك البطاطا اللي طيبناها من قبل، خليتها حتى تسلقات ووضعتها فهاد الصفايه هذه وخليتها حتى تقطرات مزيان من الماء. غادي نضيف عليها شويه ديال الربيع، غير شويه ما كتروش بزاف. غادي نضيف عليها البصله اللي شلضنا حتى هي غير شويه ما كتروش بزاف، وغادي نضيف عليها القليل من الكمون، بالنسبه للملح فهي مالحه. خديت هنا البنات القليل من دقيق الفرس، دقيق الفرس فقط، ما درت فيه لا ملحه لا حتى شي حاجه ديال العطريه، لان الحوت ديالنا اصلا رقدناه في الملحه ورقدناه في الحامض. مباشره غادي ناخذ الحوت ديالي وغادي نمرو مزيان في الدقيق هذا. مباشره غادي نحطو في الزيت اللي خليتها كتسخن. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال الاطباق اللي وجدناهم اليوم، بلا ديال الحوت مع شلاضه ديال الخضار، رائع بزاف والمكونات ديالو ساهلين وبساطين بزاف والنتيجه اكثر من رائعه والمذاق كذلك. وايضا غادي نشوفوا الكيكه اللي وجدناها اليوم، الشكل ديالها كيفاش كيجي رائع بزاف، ودوك الالوان بجوج والصلصه ديال الشوكولا اللي وجدناها. بالنسبه للصلصه تقدروا تزينوا بها بالطريقه اللي بغيتوا. شوفوا شحال خاطره عاقده وزوينه، المكونات ديالها ساهلين بزاف، يعني ما غادي نحتاجوا لا كريمه لا حتى شي حاجه نهائيا، وبنينه. وتنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع اطباق جديده، والى اللقاء.